الدريات بغيت نشكركم على هذه اللايفات ديالكم صراحه، راه واقفين معنا في البرد عرفتي واحد الوقفه اشحال من واحد دابا جالس معنا هنا برج الاسد ضارب لايفه ديال ابتسام ومريحتي الحال ضارب انت يا فرحي سمك كبير تبارك الله. شو واحد التصويره والدينا كانوا كيقولوا لنا راه كنا مهلين فيكم في اللبس فاش كنتو صغار. شو واحد التصويره قديمه عرفتي في العيد زعما راه الوالد كازينه شرا ليا توني وكوناص متقاشر الحافظي العيد اللي من وراش خدا ليا كفوه ديال الجوندار عرفتي مع صباح العيد عرفتي لبست ديك كفوه ديال الجوندار وانا نطخا وليت اللي وقفت عليه تنحيد ليا 400 في المدينة الوزرية مشيت وراتها للوالدة صافي باش حيد ليا الكسوة صافي ناطي الصحة كاين واحد التريكو فاش كنا صغار كانوا كيلبسونا واحد التريكو ديال الصوف صايب بالليل عرفتي وديما داك التريكو ديال الصوف تتكون هذيك الدخلة ديال الراس ضيقة عرفتي ملي تتلبسو تتحس براسك بحال يلا غادي تزاد وما خاب وداك التريكو جات كبر فيه ما حد راس كيغلاض وتقبض الضياب تتولي تحيدو لك امك بحال ما حولي دابا ديال ما الدراري كيبان لي الدراري ولاو تيمشيو عند الخياط حتى من الليله لحد ديوي تيسليمي وكلشي واحد رد كاسكي طاب يسليمي الخياط سد قال لي خويا 16 الاخ غادي يسليمي كي دابا اللي تيضرب كاسكي طاب ستيل زعما سعد المجرد تيطيح لي الشعر شويه من هنا تيولي مفروض عليه كي تيقدرش يعرف الصلاة عادي انا عندي الصلاة كنفتخر بها حيت الراجل تعيبو يجيبو ونجيب تيقول نص باطك نقدر نعرف الشخصية ديالك عاد خلي راه شحال ما جاتنا احي صباط وعرفنا الشخصية ديالك وي وي جينا الطين متعرفوش اللبس دابا تلقى واحد غليظ ولبس تبغي سليم في الحمار انت هذا صوف نزرق بغيت لك مصيبة انا كيبان لي غنبقاو شي تسراول دابا كاين شي دراري تيلبسو سراول ديال التجين مقطعين من الركبة واش التخلف دوك السراول ديال الركبة اللي مقطعين خرجوا اصلا لواحد الركابي زوينين وعارف بحال الستيل ديالي انا كيما تشوف انت تبقى مسموم مقير ومقدر سراول سليم اش مضلل شيا هذا الشكل انا كيبان لي من القدام الحوايج باغي يبقاو في السين لا حيدو غيقول لي بالك بنادم خارج الزنقه ضارب مكانه وطاكي صاحبي تيقول لي الصهد صاحبي وضارب هاد الحقه شو دابا شو دابا حنا كاملين كل واحد فينا ضروري تلقى عندكم واحد الارض في البلاد باقي مبغاوش يديروا لها الحل تيتسناو عاد الموتى والوراثه وعائلة موك تتكون قريبة للقلب أكثر من عائلة باك ياك وعائلة باك موك تتقولي مرهوط مرهوط وكيبقى السؤال اللي مطروح في المغرب هو علاش عمامنا ما حاملينناش علاش الخوالات خالات عالم خالات في ثلاثة الأنواع خالة الأولى تتكون واحد خالتك تتشبه لامك سميتها لطيفه ولا نعيمه ساكنه في حي الاناره عند الدار وتمشي بجاج الخاله الثانيه كتكون عند خالتك عندها 45 عام ما مجوجاش عزيز لها بجاج هي اللي كتسقي المحافظ وفي شي طاغيه كاين النوع الثالث واحد خالتك تيكونوا عند ولادها قباح تيجيو عند الضياف تيطيحوا في الماء بالعمه ما تتعطاش تقول لك يا اختي في الدار ما بلا تتبقى فوق الطابله وراه تسلق عليهم دري صغير يا بلو بلارو وعندها ولدها تتلقى عندها ولدها تيقرا في الرابع ساقط 3 سنين تتقول لك هو راه ذكي راه ما دارش راسو في القرايه الشيء ديال العيله طرا شو دابا المراه الا شريت ثلاجه جديده جات عندها جارتها بغات تخشي ليها راه شريت ثلاجه بريض تتبيعي انت تخشي ثلاجه في حيوان تتقول يا اختي سهيت عاد تكيت على الثلاجه وكيفاش
تقول ولا ساجي القاعه ديال الماء متلاجه حلا باب واحد دابا راه عندها جبيمات صافي يا اختي نزلت الفوطه غدا بها الماريو عاد ديتها للثلاجه ما غاديش نشوف الثلاجه يلا عشقين هذا جسد ديالو مشكل راجل وصي